أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة شمال سيناء تم إنشاء نقطة طبية أبو خويطر بالشيخ زويد. أما في سوهاج فتم تركيب 183 ألف قطعة مياه موفرة بدور العبادة والجهات الحكومية. وفي الغربية كمان جامعة طنطا أطلقت قافلة تنموية بمركز زفتة ضمن مبادرة بداية. وفي المنوفية تم افتتاح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى منوف. تفاصيل أكتر هنعرفها من خلال التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة شمال سيناء أعلنت مديرية الشؤون الصحية إنشاء نقطة طبية في حي أبو خويطر بمركز الشيخ زويد، وبيأتي هذا التوجيه ضمن خطة تستهدف إعطاء الأولوية للمناطق النائية والأكثر احتياجاً لضمان تقديم الرعاية الصحية الضرورية لسكان هذه المناطق. والهدف من إنشاء النقطة الطبية هو توفير الرعاية الطبية الأساسية بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب عن تركيب 183 ألف قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس والجهات الحكومية ومقرات الشركة وللعملاء بهدف ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة. محافظة المنوفية افتتاح وحدة الأشعة المقطعية متعدد المقاطع بمستشفى منوف العام بتكلفة تزيد عن 20 مليون جنيه لخدمة المرضى، والذي يعد من أحدث الأجهزة الطبية بالدلتا، ويتميز بفحص شريان القلب وتشخيص أورام الكبد وجودته التكنولوجية الحديثة في التقاط الصور، بما يساهم في سرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى. في الوادي الجديد وزعت مؤسسة حياة كريمة بمركز الفرافرة عدد من كراتين الحماية الاجتماعية على الأسر المستحقة بمدينة الفرافرة، وفقاً لأبحاث تم إجراءها بدقة لضمان وصول الصناديق للمستحقين الفعليين لها، وحيث يحتوي كل صندوق على مواد غذائية من رز ومكرونة وزيت وسمن وفاصوليا وعدس وفول وملح وغيرها من المستلزمات، مما يسهم في تلبية احتياجات الأسر اليومية. حلقت في سماء الأقصر من أرض مطار رحلات البالون الطائر 40 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 800 سائح من حول العالم، وبتحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح في البر الغربي. في المنيا نفذت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية منشأة المغلقة بمركز ملاوي، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1382 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، وده مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. شهدت محافظة الإسكندرية أعمال القافلة التموينية المشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وضمت القافلة 10 سيارات لتقديم الخدمات التموينية للمناطق الأكثر كثافة سكانية والأكثر احتياجاً، وشملت القافلة سيارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية محملة بالسلع الغذائية مخفضة الأسعار، وسيارتين لصرف السلع التموينية للمواطنين بالبطاقات التموينية، وسيارتين لبيع اللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم، وسيارتين لبيع الخبز المدعم بالبطاقات التموينية، وسيارتين لبيع الخضار بأسعار تنافسية. أعلنت محافظة أسوان البدء يوم السبت القادم في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب بمنطقة صحارى وجامعة أسوان لتحديثها وتطويرها بتكلفة تقديرية تصل ل 6 مليون جنيه، وبتمتد العملية من محطة مياه صحاري حتى رافع المطار.